اصدقائي وحبايبي شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم انا راح انشر لكم او نشرت لكم فيديو. هذا الفيديو يعني فيديو صغير 5 دقائق يراويكم شلون الشخص بس يموت بكورونا شلون يقومون يعني يكفنوه ويقولوا بتكفينه وبعدين شلون يدفنوه. فهذا الفيديو يعني طبعا اجاني خاص من صديق لي خاص من العراق وحبيت انشر لكم اياه وحبيت انبهكم مره ثانيه انه تلبسون الكمامه، لا تنسون الكمامه جدا جدا مهمه، والكفوف خاصه انتم هسه بالعراق عندكم مشاكل هواي صارت ومظاهرات يعني اهم شيء المظاهرات. عن المظاهرات ما اشجعكم تسوون مظاهرات، المظاهرات هذا الشيء كلش غلط لان راح يصير تجمع مع الناس كبير وهذا التجمع هو راح يسوي لكم همات كورونا والتظاهرات. مثلا التسوق تطلع يوم واحد بالاسبوع، تسوق مال 3-4 ايام وتخزنه بالبيت، وكل 3 ايام تطلع مره تسوق وترجع. يعني انت ما يحتاج تروح تسوق كل يوم، ما يحتاج، اهم شيء عندك يكون مسواق بالبيت فتقدر تسوق كل 3 ايام مره وترجع للبيت. يعني مو شرط لازم انت تتسوق كل يوم يا اصدقائي. ولا تنسوا مثل ما قلت لكم الكمامه شيء جدا 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 مهم، واذا ما عندك الكمامه تقدر تشتري قماش او عندك قماش بالبيت تخيطه بمكنه خياطه، تخيطه بيدك مو مشكله، اهم شيء يعني عندك كمامه تلبسها اي يعني كيف ما يكون شكلها، المهم عندك الكمامه. انت راح تحمي نفسك وراح تحمي غيرك، تحمي غيرك اذا كنت مصاب لا سمح الله، وتحمي نفسك من البقيه المصابين لان انت راح تتنفس هالشيء. يعني الكفوف مو كلش مهمه، المهم هو الكمامه، هذا الشيء جدا جدا مهم. الاحتفالات ما يحتاج تسووها هسه، انتظروا هي نهايه السنه راح يخلص كل شيء، الاحتفالات الفواتح هاي السوالف كلها. يلا بوصلتي لكم جميعا، راح اراويكم انا رايح المنطقه اللي هي بحر حلوه، راح اصور لكم اياها شوفوها، وبوصلتي لكم جميعا، مع السلامه. قميص يمه قميص العفو ابو عراق عزيزي شيخ قميص كفن قميص ازاره قميص يا قميص هاي مقبرة واد السلام الجديدة لدفن موتى كورونا. خلي الناس تشوف اليوم العدد وصل عندنا 77 متوفي كلهم بكورونا، والأغلب أغلب الجثث من أهالي بغداد، الأكثرية من أهالي بغداد، تقريبا 60-70% من هذه الجنائز من أهالي بغداد. اسمعوا يا عراقيين واتعظوا.